شكرا سي رئيس. المجلس كيعقد هذه الجلسه الدستوريه على اساس مراقبه العمل الحكومي واللي مخصصه اصلا للمحور المتعلق بالشؤون القانونيه والداخليه والخارجيه والدينيه والتعليميه، وهذا المحور كيتواجدوا فيه 9 ديال القطاعات الحكوميه. السي رئيس، اليوم في جدول الاعمال من هذا المحور كيحضر معنا 2 قطاعات حكوميه فقط وغياب 7 قطاعات حكوميه، ومشينا وجبنا قطاع اخر من محور اخر باش نديروا 3 قطاعات. هذا اشكال يبين بان الحكومه ما عندهاش ادنى اهتمام بمراقبه العمل الحكومي وتستهتر بالاداء البرلماني في هذا الشق. والاكبر من ذلك اننا غادي نناقشوا سيد رئيس. لا ولكن بلاتي الاخوان الاخوات الاخوات والاخوان الاخوات والاخوان الله يخليكم بلاتي غير بلاتي غير بلاتي اخواتي الاخوان بلاتي لا غير بدينا بلاتي ما كاين مشكل الله يخليكم. انا راه خليت السيد النائب خليته يتكلم واخا ما دخلش التسيير خليته لا والله يخليكم الله يخليكم انا خليته الله يخليك السيد النائب الله يخليك تفضلوا كملوا تفضلوا تفضلوا تفضل السيد النائب تفضل عطوا تفضل. سيد رئيس، نقطة نظام تنديروها على أساس مراقبة العمل الحكومي، والآن نقطة نظام غتولي ضد الرئاسة ديال هذه الجلسة، لأن نقطة نظام ماشي بالضبط في التسيير حتى في النظام الداخلي، والمادة 262 هي المنطلق ديالي السيد رئيس، وقلت لك فيما يخص القطاع الحكومي. شكرا 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 استوفيتوا الوقت. شكرا شكرا شكرا, شكرا.